الكابتن حسن في كل المميزات اللي تختارها او تحبها في لعيب الكوره، اللي هي زي ايه بقى؟ عايزين نعرف يعني، ما شفناش كابتن بيلعب بشماله ويمينه ما شاء الله، بيلعب براسه، خلي بالك ده ليه بس مش اعتقدش في في التلفزيون، باك ورد مثلا عند العارضه يجي جون عند العارضه. والله العظيم انا يعني ايه عند العارضه؟ يعني في مستوى العارضه، لا والله اللي هي 2 متر مش عارف 40 سم بيطلع المستوى ده ويعمل باك ورد ويجيبها جون. يعني احنا كنا لعبنا مره الاولمبي والاتحاد ورا بعض، كسبنا 9 يعني 5-4، جاب جون عمرك ما تتوقع النتيجه. كان ايه؟ كان لعيب جامد حسن شحاته طبعا، ده حبيبي عشان طبعا هو كابتني. طبعا جه من الامارات لعب مباراه المقاولين، جاب 3 اجوان. ده جه الصبح يعني، جه الساعه مثلا 8 الصبح من الطياره، يا دوبك ارتاح ونام، كنا بنلعب الساعه 3. لعب جون، لعب جون، لعب سيرد باك، وكان بيأدي في كل مركز، كل المراكز حتى وهو جون يعني. بس هو جون يعني جون كان لم يختبر يعني، كان مضطر ساعتها يلعب بحارس مرمى في طرد مثلا للحارس، حسن علي كان طرد، مش فاكر الجون الموجود، التغييرات كانت اتعملت، كانت 2 الاول، فوقف يعني، بس هي كانت حوالي دقايق ما تمش اختباره يعني.